مصر تعرب عن قلقها من اعتزام تركيا التنقيب في محيط قبرص. الاتحاد الأوروبي يدرس اليوم مقترحا بوقف المساعدات المالية لتركيا. العراق يدرس مسارات بديلة لصادرات النفط حال تعطلها عبر مضيق هرمز. تصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. هربت مصر عن القلق لما أعلن من اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، وقالت الخارجية في بيان لها إن ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة الشرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه. في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا ووقف المساعدات المالية لها احتجاجا على أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية. ونقلت مصادر أن هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوسع من المقترحات التي سيبحثها ممثل حكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم في بروكسل لتوقيع عقوبات ضد أنقرة. كشف تقرير نشره موقع نورديك مونيتور السويدي أن حكومة أردوغان عمدت لحماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا. وأوضح التقرير أن الحكومة التركية رفضت في بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا، وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة وطرح خبراء الأمم المتحدة على مسؤولين أتراك عددا من الأسئلة بشأن المتفجرات والصواعق التي وجدت في يناير من العام 2018 على متن سفينة أندروميدا. وقالت تقارير إعلامية أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي قبل أن توقفها السلطات اليونانية. توصل المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى الصيغة النهائية للاتفاق بينهما، وسيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء. ووصفت قوى الحرية والتغيير الاتفاق بأنه يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى مرحلة ديمقراطية. وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق شمس الدين الكباشي إن الأطراف السودانية ستتسلم نسخها للتدقيق النهائي وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع. أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز. وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي له، أشار عبد المهدي إلى أن أي تعطل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد العراق، معبرا عن قلقه من تعطل محتمل لتدفقات صادرات النفط عبر المضيق الملاحي، مؤكدا حاجة بغداد لتنويع مسارات صادراته النفطية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.